أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لا يشك أحد في وصول درون وأمام كاميرات المواطنين والجنود، وقد تسرب كل ذلك عبر فيديوهات في وصول مسيرة الأرفد إلى هذا الميناء، ميناء إيلات. إذا لا أحد يشك في ذلك، وأمامنا حوالي 76 فيديو إلى الآن. لكن مع ذلك هناك سؤال محوري أمام ترويج فقط واجهة لمبنى داخل الميناء، هذه زاوية. زاوية الثانية، القاعدة البحرية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي بأن ساعر 5 في معريف ضربت وفشلت. الأمر إذن هناك فشل منذ البداية، إذ تعهد الجيش الإسرائيلي بأن هذه الدرونات أو المسيرات المفخخة القادمة من الشرق أو أيضا من اليمن، من الشرق من العراق، يجب ألا تدخل إلى ما سمي بالأجواء الإسرائيلية. هذا معناه أن إيلات أفرغت من الطائرات من أجل هذه المعركة القوية للغاية مع لبنان. إذن أمامنا إشغال لجميع الطيران، إلى درجة أن هناك سحب لجنود. الآن يقول الإسرائيلي في غزة بأن المناطق التي انسحب منها الإسرائيليون يعود إليها أبناء حماس. إذن الأمر هنا قد حسم وأصبح جزءا من الخارطة. المسألة الأخرى الأخطر منها، أن ما كشفته هذه المسيرة العراقية الأرفد أن كل سلاح الطيران مشغول بشكل كامل وأفرغ باقي المنطقة خصوصا إيلات. إذن حماية الأجواء من الشرق لم تعد، وهذا الذي قد يضمن ليس فقط للعراقيين وإنما لليمنيين أيضا الوصول إلى مناطق النقب وأيضا إلى كثير من المناطق إلا في جوش دان وباتجاه الشمال. إذن هذا تركيز أساسي للغاية. إذن الفشل الأول فشل مباشر في عدم اعتراض المسيرة الأرفد خارج الأجواء الإسرائيلية. الفشل الثاني هو ما ذكرته معريف من خلال ساعر 5 التي فشلت في اعتراض هذه المسيرة. والسؤال هنا المطروح، كيف أصبحت هذه الدرون؟ هناك صورة لهذا الدرون وقد قصف واجهة إدارة هذا الميناء. القاعدة في واقع الأمر قاعدة عسكرية إيلات، لأنها ميناء وقاعدة. في نفس اللحظة سنجد أن هناك حالة إصابة تذكرها وسائل الإعلام بخصوص ضربة الميناء. إذن أمامنا إذن ضربتين، وهذا الذي يضع سؤالا حول إسقاط الدرون الثانية. لأن الجيش الإسرائيلي ماذا قال؟ قال بضربة عراقية بمسيرتين من الأرفاد تجاه إيلات. إذن اعترف بدرونين، واعترف بدرون في وادي عربة، وهناك في الجولان 3 درونات. إذن أمامنا هذا التدقيق الشديد الأهمية بخصوص وجود واجهة مدمرة، واجهة إدارة مدمرة بشكل كامل، وثانيا هناك أيضا في الاتجاه الآخر هناك إصابة مباشرة قريبة من ساعر 5. إذن أمامنا إصابتين، فهل درون واحد قامت بإصابتين؟ هذا سؤال. سؤال الثاني، ساعر 5 تفشل في اعتراض هذا الدرون. إذن هنا فشل ذريع للغاية. هذا معناه ماذا؟ أن هذه السفينة الصاروخية كما سميت على وجه التحديد، رغم أنها فرقاطة صغيرة، هذا واقع الحال، يعني فرقاطة صغيرة صاروخية، لأن فيها ماذا؟ فيها أربون ضد السفن، وفيها أيضا، وهذا هو المهم،
باراك قصير المدى، باراك قصير المدى فشل في اعتراض الأرفد. وهذه تذكر بخانيت في 2006 عندما قصفت أيضا ساعر 5. إذن الآن في فشل آخر، فشل يؤكد أن الضربة التي وجهت قبل ساعات إلى البحرية الإسرائيلية الآن فيه فشل لساعر 5 أمام الأرفد. يعني أننا أمام ليس كثرة من هذه الدرونات، نحن نتحدث عن إيلات بكاملها وبوجود كامل البحرية وجهوزياتها وساعر 5. كل هذا يضعنا أمام سؤال محوري، هل ما قاله مصدر في البنتاغون، كبير في البنتاغون، بأن الولايات المتحدة الأمريكية في حال البدء أو التهديد المباشر بالهجوم البري ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن الدعم الاستخباري أو الاستعلام الذي صنع كل هذه الضربات الموجعة لحزب الله؟ إذن الآن يعترف الأمريكي أولا بأنه كان شريكا مع إسرائيل والآن سيوقف هذا التعامل. فهل توقف الأمريكي مباشرة للضغط على نتنياهو؟ وهذا الذي حاول أن يديره نتنياهو من خلال لجنة يديرها وزير شؤون الاستراتيجية وهو ذراعه اليمنى. على كل حال إذن تطرقنا إلى ذلك في نشرة القناة 13 وهي تؤكد أن هزيمة حدثت لإسرائيل في واقع الأمر بقبول نتنياهو لإنشاء لجنة، وهذه اللجنة ستفكر في وقف إطلاق النار على الجبهتين معا. على أي إذن من هذه اللحظة وعلى وجه التحديد وأمام ما قاله أبو علي العسكري وهو الناطق الرسمي باسم حزب الله العراقي أو كتائب حزب الله العراقي بأن الأمر سيتصاعد، لأنه منذ فجر يوم الأحد وإلى الآن هناك 11 هجوما، عندما يتأكد هذا بأن الأمر تصاعدي كما هي تماما استراتيجية حزب الله في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة، إذن أمامنا أولا محاولة الوصول إلى تأكيد أن باراك قصير المدى لم يكن فعالا، وأمام درونين حاول جهد الإمكان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي تبييض هذا العمل مع باراك بالقول بأنه أسقط درونا ودرون وصل إلى هدفه، رغم أنه قطع من العراق وإلى حدود إيلات، وإيلات قاعدة بحرية هامة للغاية، وأكدها الجيش الإسرائيلي عندما ذكر أن ساعر 5 هناك. ففشل ساعر وفشل سلاح الجو في إسقاط الأرفد، وليس هذا وحسب، نفس الدرون الذي استطاع أن يصل إلى الجنود الأمريكيين، 3 جنود أمريكيين، ووصل إلى بيسان غور الأردن 2 مرات على الأقل، اليوم أيضا وتحت الرقابة العسكرية على وجه التحديد وجدنا أن هناك خسائر لا ينشرها الإسرائيلي. لماذا تحديدا؟ ما كان قريبا من المدنيين، فهذا يعني أن هناك صور إلى آخره، فهذا لا يستطيع إنكار هذه الجزئيات، لكن تبقى الصورة وتبقى الإيضاحات بدون أدنى فعالية، لأن الجيش الإسرائيلي الآن يعتم على المشهد بشكل كامل، ليس فقط على صعيد خسائره، وإنما الأخطر من كل هذا دليل فشله، خصوصا فشل باراك قصير المدى المحول للبحرية. احنا عندما نتحدث عن هذه الفرقات الصغيرة الصاروخية فنحن نتحدث بشكل مباشر عن تصنيع أمريكي، هذه لا تصنع في إسرائيل بل تصنعها أشهر شركة
وبكامل التكنولوجيا التي لدى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فصاروخ باراك وأيضا هذه الفرقاطة التي لديها إمكانية للتعاطي مع الغواصات ومع السفن والدفاع الجوي عبر براك. إذن هذه قد تعد بمثابة سفينة صاروخية بامتياز، وهذا هو الوصف الذي قدمه الجيش الإسرائيلي. إذن في هذا التقدير سنرى بوضوح أن الفشل اليوم ليس فشلا عاديا، هو فشل لأن وصول الأرفد إلى هذه القاعدة وتجاوز باراك قصير المدى، هذا يكشف أن البحرية مهزوزة بعد الضربة التي كانت من لبنان والضربة الآن من العراق. هذان عاملان كاشفان بشكل واضح أن البحرية هي الأضعف، بالإضافة إلى القوات البرية التي يحاول أن يلملمها الآن الإسرائيلي، ويحاول أن يجعل من جنوب لبنان مدمرا إلى أبعد حد من أجل القضاء على فرص المواجهة أساسا. يحاول الآن أن يتقدم وهو يحرق الأرض، ويرغب في أن يكون ذلك بمثابة إجراء وقائي بالنسبة إليه مدمر للغاية كما كان في غزة. الكل كان يعرف، حزب الله كان يرى لشهور ما يحدث في غزة، وقبل قراره كان يدرك جيدا أن كلمات لجالانت قال فيها بيروت كغزة. إذن الأمر كان من أجل خلق التهويل الكامل، التدمير البشع، الإبادة إلى آخر. إذن هنا يطرح سؤال مباشر أمام حالة الأرفد اليوم منذ لحظة وصولها إلى قاعدة أمريكية وأيضا إلى غور الأردن والآن إلى إيلات، ومع أداء جيد للغاية وانطلاقا من العراق مرورا بكل أجواء سوريا. إذن هذه تطرح عشرات الأسئلة بالنسبة للإسرائيلي الذي لا يستطيع الآن أن ينكر فشلا لصواريخ باراك، وأيضا لحالة تركيز الواسع على العمليات في شمال لبنان، بمعنى أن سلاح الجو الإسرائيلي يستنزف ليس ماديا وحسب، ساعة الطيران بأربعين ألف ليس هذا وحسب، إنما القصد من كل هذا أن الطيار أيضا والاستخدام بالنسبة لهذه الطائرات كلها يمكن أن يكون لها أثر عكسي، وهذا سنلحظه مستقبلا. لأن حالة أن يسحب الإسرائيلي كل شيء من غزة، هذا كله معناه أن إسرائيل لا تستطيع أن تحتل أي منطقة بشكل واضح، يعني قوة إسرائيل لا تستطيع أن تحتل غزة وفي نفس الوقت أن تدير حربا، رغم أنها لم تكن مزدوجة، كانت الأولى والثانية. إنما مع ذلك وبهذا التأطير الذي حدث، نرى الإسرائيلي بأنه خائف من هذه الخطوة لسبب بسيط. نتحدث اليوم عن ست فرق والآن في غزة فرقة ونصف فقط. إذن كل هذه الاندفاع وبكل الجيش الإسرائيلي وخائف على هذه الخطوة ليس ناتجا فقط عن الأمر الدبلوماسي وغير ذلك، إنما أيضا نتحدث على صعيد البنية خارج سلاح الجو وخارج المساعدة الأمريكية. إسرائيل لا تستطيع أن تحمي إيلات، وجزء من غزة اليوم حرر نتيجة الحرب في الشمال. لهذا فالأمر هنا أمر صعب جدا، ولذلك لطالما قال الساسة الإسرائيليون والقادة أن هذه الحرب معقدة، لطالما هذا الوصف تكرر لهذا السبب على وجه التحديد، لأن الأمر بالنسبة للقادة أيضا نرى دائما فاعل مقابل فاعلين، وهنا
لا يزال نتنياهو غير أيديولوجي وأقصى الأيديولوجيين من هذه الحرب، لأن الحسابات اليوم لا تحتاج إلا لمزيد من العقلنة والميدان. الأمر يتحدد حسب موازين القوى وليس حسب العنتريات اللفظية لسموتريتش أو لبنكفير. لذلك صمتوا. لماذا صمتوا؟ لأن لا دعاية لهذا الجيش في هذا التوقيت على وجه التحديد، وأمامنا نصف إسرائيل كلها تحت النار، هذا واقع الحال، نصف إسرائيل اليوم تحت النيران. إذن بهذا التقدير الذي وضعت الأفيف رسالة نارية لها اليوم بصاروخ باليستي، وأصبح الوضع صعبا للغاية وأكثر تعقيدا. إذن ما الذي سيحدث لو كان هناك هجوم بصواريخ باليستية على جوش دان؟ هذا هو السؤال المحوري. وكيف أيضا لهذا الصاروخ أن تجاوز كل الدفاعات وكل القبب الحديدية ومقلاع داود وأيضا حيتس في الخط الأول والخط الثاني والخط الثالث، إلى حين أن الصاروخ أصبح قريبا جدا من الهدف، وهناك تفسير دقيق للغاية يجب إيضاحه. لكن المهم الآن بالنسبة للأرفد، هذا يؤكد من جهة أولى وأساسية أن الدفاع الجوي المصنع من طرف الإسرائيليين لا يستطيع أن يتعامل بشكل عال جدا مع الباليستي أو مع الدرونات، خصوصا الدرونات السريعة. أنا أتحدث عن آخر طراز في الدرونات، لكن مجرد هذا الدرون وهو متقدم ولكن لا يصل إلى ما لدى المحور، هذا واقع الحال. فإن اليوم يجب أن يعاد النظر لسبب واحد، أن البحرية ضعيفة، وأن إمكانية الوصول إلى الأهداف البحرية سيكون أمراً أسهل بكثير من الضربات الموجهة نحو القواعد البرية. إذن هناك احتمال كبير جداً في أن تكون الاستهدافات من الآن فصاعداً على صعيد البحرية، وهكذا لن تبقى إلا المطارات، وأي قرب للحرب الشاملة سيعني ضرب المطارات أيضاً، وهذا سيعطي أفقاً مسدوداً للحرب كلها. لذلك فإن هذه الهزيمة هزيمة لصاروخ براق قصير المدى، هزيمة لساعر 5، هزيمة مباشرة، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تؤمن كامل أجوائها في هذه الظرفية مع اشتداد الحرب وتركيزها الآن على سلاح الجو في منطقة الشمال الإسرائيلي وعلى العموم في كل لبنان. إذن محاولة إعطاء إشارة من خلال ضربة طرطوس البارحة عبر سلاح الجو من أجل عدم تجريب إسرائيل، لأنها تستطيع ما دامت قد قصفت طرطوس، فهذا يعني أنها تستطيع تماما أن تحيد كل خطر جوي كان بالمسير أو بغيره. إذن هذه الإشارة لم تكن صحيحة. وصلت البارحة طائرة من دون طيار إلى غور الأردن، واليوم ضربت في إيلات ونجحتا معا، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يجب ملاحظته في هذه الظرفية. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.